لا اذا كمل انا اقول لك تمام كمل. فاذا احنا نفتقد للشراكه الاجنبيه. كم شركه اجنبيه شريكه النهارده معك؟ برغم ان شيل على حسب كلامك انت وتقاريرك انت وكتاباتك انت يا ابو خالد ان شيل الموظف بياخد 750 الف دولار في العام في حاله وجوده هنا في الكويت. لا خلينا نزيدك من الشعر وين. ده حقيقه؟ لا لا ده حقيقه. انا قاعد اقول لك شيل ما دخلت معانا في صفقه مع الصين لان لقت شريك افضل اللي هو قطر. تمام. بي بي كانت المفروض تدخل ويانا ما دخلت. تمام. لاسباب ما دخلت ويانا في الصين. السؤال هنا إيه؟ ليش شركات تهرب من حضن الاقتصاد الكويتي؟ خليني انقل السؤال للسيد محمد إيه؟ الطراح. اشوى الحمد لله. السيد محمد اشوى انني نقلت عنك. عفوا بس عندي مداخله بسيطه. اتفضل. في الاستثمار. اتفضل ابو زيد. في الاستثمار في كيداو احنا عندنا مشروع استثمار رائد اللي هو كويت. شركه بتروليه كويتيه في اوروبا من انجح الشركات البتروليه. وهم فيها كوادر كويتيه. وفيها كوادر اجنبيه، وهذه شركه في ظل انشات ما كان فيها التوتر السياسي اللي كان موجود مثل والمعارضات. لو وهي الوحيده اللي سلمت تقريبا من المشاريع اللي ما حد عارض عليها ومشت، وشفناها الحين نتائج يمكن يتفق وياي الاستاذ انه من انجح الشركات اللي موجوده بالاستثمار الكويت ماسكه كل اوروبا تقريبا. فكيداو احنا يعني قاعد نطور مشاريع استثماريه، احنا ما عندنا امكانيه في انشائها في الكويت زي ما يخالف، بس انا قاعد استثمر في الخارج. لما يجوا المعارضه او عارضوا الاخوان الاعضاء عندهم حق ما عندهم حق، هم في الاول وفي الاخير مو اصحاب اختصاص. يو عارضوا هذا المشروع في شبهات وامور اخرى وان في خسائر منه وهذه شركه باليه ومصانع كذا، لكن في اكو ناس متخصصين. هذا الجانب انا يمكن احمله شوي في ذاك الوقت معارضتهم للمشروع. لكن الجانب الاكبر اللي احمله للحكومه هي كانت تمسك زمام الامور في الغاء الصفقه او ان الصفقه تسري وتمشي، فما كان المفروض انها تلغى. والدليل على هذا يمكن ان شفناها الحين ارباحها شنو هي. تمام. وصل سعر السهم من 6 دولارات عام 2007 طبعا. الى 31 دولار صح. بعد الحكم. اذا داو شركه رائده، داو شركه لها استثمارات في قرابه من 20 دوله على مستوى العالم، لها قوه اقتصاديه كشركه على مستوى العالم. ابو خالد لك تعقيب على كلام ابو زيد؟ ايه انا كنت في انا كنت ارى إيكويت. ارى في عينيك انا كنت رئيس إيكويت. بس الاستثمار في إيكويت في 83 كان استثمار لاسباب، اهم كان اهم سبب شرائنا لإيكويت ان لايجاد اسواق مستقبليه للنفط الخام الكويتي. تمام. هذا كان الغرض الاساسي. واحنا شرينا محطات بنزين وآلت إلينا محطة مصافي، المصافي هذا تكون متخصصة لتكرير النفط الخام الكويتي. تمام. هذا كان الجزء الاستراتيجي. بس مع ذلك مع ذلك أنا حتى اليوم في الكويت في الكويت كيو 8 في كيو 8 وايد عندي صعوبة إني أوظف عاملين، لأن أنت لازم تجيب لك شهاده من وزارات العمل او من اليونيون من الليبر انك انت في هولندا او في ايطاليا او في بريطانيا او في السويد او في الدنمارك ما عندك كفاءه المواطن المحلي، فوايد صعب انت انك فعلا ان توظف الكويتيين. انا هذه مشكلتي. انا قاعد اقول يعني مثل ما تفضل عندنا استاذي احنا من 83 كيو 8 كانت موجوده إيه؟ من 83 لليوم هذا ليش ما كنت ابعث كوادر كويتيه هناك تدرس وتتدرب هناك وتشتغل هناك؟ انت من 83 حتى لليوم لليوم ما دزيت ابو زيد من 83 حتى الان، واعتقد ابو خالد وحضراتكم تتفقوا معي، لم تخرج خطه للنور وتنفذ على ارض الواقع. خطه تنمويه خطة صح التنمية. صح ابو جاسم خطة التنمية. بس أنا علشان موضوع مال الداو يعني أنا مو الجانب الفني،
احنا نقول الجانب العقابي. انا اخذ من موضوع العقاب، انا كمواطن عادي يعني لما سمعت هذه الشوشرة كلها وبعض الأخوان في المجلس يتكلمون عن الموضوع والصحافة والإعلام، يعني كمواطن أتساءل ليش أنا أتحمل أو بلدي تتحمل 2 مليار أو 3 مليار إلا ربع دولار، ليش من أخطاء بشر كانوا يدركون وكانوا يعرفون. احنا لا يعني لا نخاطب النوايا انما نخاطب عقول، نخاطب الافعال، الافعال، لان هناك هناك اخطاء. عفوا، حسن النيه في الاقتصاد غير وارد. ايه، الاقتصاد رقم، رقم. عندما نتحدث عن الاقتصاد نتحدث عن ارقام، ونتحدث عن قوانين، ونتحدث عن خطط طويله المدى وخطط قصيره المدى. لا يصح ابو جاسم، اسمح لي، لا يصح ان نتحدث عن هناك مسؤول كان حسن النيه وهناك مسؤول سيء النيه. احنا ما هناك مسؤول اخطا ويقصد الخطا، وهناك مسؤول لا يخطا. لا، عفوا استاذ ابراهيم، احنا ما نقول الكلام هذا. احنا شو نقول؟ نقول لا نخاطب النوايا، احنا نخاطب الافعال ونخاطب مسؤولين. انا كمواطن عادي وانت كمقيم عادي مخلص لهذا البلد، ليش انت تتحمل 3 مليار الا ربع مما يعادل، واذا جات الفوائد تصير 650 احنا نقول مع الفوائد، لان هذه الشركه، عفوا انا اكلمك من ناحيه ثانيه، شركة راح تطالبك مو بس بالمبلغ اللي انت موقع عليه، راح تقول لك ابي الفوائد. وليش السهم ارتفع؟ ليش ارتفع 3 دولار؟ خليني اذكر معلومة مهمة جدا للمشاهد، وابو خالد معي في المعلومة دي. ابو زيد داو كانت في احتياجنا، يعني هي كانت في احتياج للتعاقد. ليه؟ لأن كان عندها شركات بتشتريها وما كانش عندها سيولة، وكانت في ذاك الوقت أزمة رهن العقاري في 2007 منعت البنوك تمويل أي صفقة تجارية. حلو. فكانت هي اللي في احتياجنا. ليه إحنا، سؤال مهم، ليه إحنا وضعنا على نفسينا الشرط الجزائي اللي هو 33%، برغم ان الشركه هي اللي محتاجه للكويت، مش الكويت اللي محتاجه للشركه. هذا واضح الفكره هذه عندك. بس احنا شو نقول؟ نقول بدالنا احنا وصلنا الى 3 مليار مع الفوائد وارتفع سهم الداو على ظهرنا، خلينا نقول بالمفهوم العادي المحلي، على ظهرنا ارتفع سهمه في البورصات العالميه. تمام. ليش؟ من اخطاء بشر عندنا راحوا وفحصوا. ما اعتقد ان هم بدان هم عندهم فكره عن الموضوع وترجموا العقد، وقبل ما يوقعون العقد المشتركين في العقد اكيد عندهم فكره عن الشق الجنائي، اللي هو الشق اللي عليها ان في حاله ما تمت الصفقه راح تدفعون مبلغ كذا. هذا موجود عند عليهم. تمام. واكيد واضح قدامهم ويدرون عن الموضوع هذا. اذا ليش حطوا بلدهم وحطوا يعني مين هم؟ مين هم؟ نقول الافراد اللي مين هم الافراد؟ اشتركوا. هل الجو السياسي المشحون بالخلافات والصراعات السياسيه، هل الجو الاقتصادي الذي والحائر بين القطاع الخاص وعدم الثقه مع القطاع العام، هل من المسؤول؟ من المسؤول يا خالد؟ طبعا هني، عفوا استاذ ابراهيم، يجب تحديد يجب تحديد المسؤوليه ويجب تحمل المسؤولية. شوف أنا بقول لك شغلة، بس طيارة طاحت في اليابان، وزير النقل ما يدري عن الموضوع، كان على كلامهم في إجازة، اتصلوا فيه قالوا له طاحت طيارة الفلانية وفي اثنين وفي كذا كذا صار فيها خلل. بعد ما شاف الموضوع وتأكد، ثاني يوم ما صار الدوام راح استقال. استقال الوزير. زين انت الحين هذه قرامة وبلاء، وبلاء صار على البلد، وصرت انت حجوة للناس في المنطقة، ولا تحاسب. يجب ان تكون محاسبة، مثل ما الاخوان في المجلس ما قصروا وشكلوا اللجنة، يجب اللجنة ان تستمر وتحاسب، والمسيء او المتضرر يأخذ العقاب. مثل ما احنا نطلب المحاسبه في الاسهم، نطلب المحاسبه في بعض الشركات هذه اللي
اللي ذابت مثل الثلج من دينارين إلى صارت 20 فلس و30 فلس ذابت. وانت طبعا خير العارفين واكثر واحد طبعاً يعرف. اذا 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 نحن امام قضيه تحير المجتمع وتحير المتخصصين. انتقل للسيد كامل حرمي. ابو خالد، هل مصادفه وجود الغاء 4 صفقات في وقت واحد؟ المصفر الرابعه 2 دي كيداو، 3 روتردام في هولندا، 4 لوك أبل في روسيا، هل مصادفة؟ لا لا، هذا كان توجه. يعني أنا قاعد أقول لك أي توجه؟ أنا قاعد أقول لك عايزين يعني نوضح للمشاهد أي توجه. لا شوف، يعني طبعا مثل ما تدري الحكومة مو أول مرة تلغي الصفقات. ألغت صفقة مشروع تطوير حقول الشمال، ألغت صفقة تطوير أو بناء المصفات الرابعة، ألغت بيعة مصفات روتردام حق لوكول الروسية الهولندا، ولوكول لوكول هي اللي بغت تشتريها روسيا، بالإضافة إلى عقد كيداو. أنا أعتقد أن الحين مصادفة. ها لا، ما هي مصادفة، لأنه العقود كلها أتت في وقت واحد. لا أنا تقريبا لا، مهم المشاهد دلوقتي بيسأل سؤال أبو خالد مهم جدا، هل المصادفة لعبت دور أم المصالح لعبت دور أم الصراعات السياسية الاقتصادية والتجار من النواب لعبت دور؟ المشاهد لابد أن يعلم. لا لا، أنا أعتقد أن التوجه الحكومي، هل الحكومة كانت جادة في المشاريع أم لا؟ النواب بس أنا الحكومة جادة بدليل خليني أنا الحكومة إيه؟ الحكومة جادة بدليل أنها عرضت المشاريع كلها على مجلس الأمة. انت انا خليني احط لك سؤال ثاني. لا خليني احط لك سؤال ثاني. لو من اول مشروع فعلا كان في غرامه، هل كنا نتمادى؟ بالتاكيد لا. زين، لا على فكره بس لحظه شويه، في نفس الوقت انا اليوم قاعد اقول لك الشركات العالميه ما راح تجي الكويت اليوم، راح تجي بشرط واحد، عقد جزائي. تمام، اذا في عقد جزائي تبتي، لان خلص يعني انا مليت. مو معقوله مشروع ورا مشروع ورا مشروع، عندها كل الموافقات إلغاء بعدين تلغي يعني بجرد قلم. أيوة بس حتى لو كان هناك بند حكومي، هناك يعني عدم التزام حكومي. أنا بس أبي يعني بند جزائي، هناك عدم التزام حكومي. فإذا إحنا أمام كارثة، أن هناك شركات تسعى لرفع قضايا، شركات أخرى غير كيداو لرفع قضايا على الحكومة. لا لا اليوم لا، بس بعدين في المستقبل، أنا متأكد في المستقبل أول شرط مع توقيع مذكرة تفاهم الشركة العالمية اللي راح تي. إذا أنت متخوف. أنا مو مسألة متخوف، يعني هذا الواقع. يقل يسمونها الثقة. ماكو الثقة. مشكور يا أبو إعادة الثقة. إحنا خلينا نحطها. أنا خلني أقول شغلة بس واحدة. خليني أنقل للأسباب. عشان. لا لأنقل مع أبو زيد للأسباب. أبو زيد، هل الأسباب هي فعلاً الحراك السياسي أم الخلافات النيابية؟ أم خلافات التجار من النواب؟ والله كلهم مجتمعين، بس أنا أبي أنوه على شغلة واحدة. تفضل. بالنسبة لعقد كيداو بالذات، كيداو أبرم هذا العقد على الصيغة الأندروسكونية، والصيغة الأندروسكونية اللي هي النظام الأمريكي والبريطاني. كل عقود الكويت تعقدها كانت على الصيغة اللاتينية. الصيغة اللاتينية فيها بند، البند الجزائي. تمام. يكون واجب وفعال لمن الحكومة توافق عليه. وبما أن المشاريع هذه كلها من المشاريع السيادية تعتبر، ولما كانت الحكومة تلغي هذه المشاريع، ما كان يتطبق كل عقد على فكرة استثماري في عقد جزائي. لكن العقد الجزائي ما كان يطبق لأنه كان على الصيغة اللاتينية اللي هي القانون الفرنسي والمصري والكويتي. فكان العقد لا يطبق، أو البند الجزائي لا يطبق، لأن الحكومة لما ترفض عندها وقت الرفض، إذا رفضت وهذا القانون أو المشروع من المشاريع السيادية لا يطبق عليها الشرط الجزائي. تمام. لكن هذا العقد الكيداو الوحيد اللي أبرم على الصيغة الأندروسكونية. تمام، خليني أسأل بس السؤال بشكل آخر، وأبو جاسم يرد علي على بسؤال. أبو جاسم،
هل في بعض الماكينات الإعلامية أو الأجهزة الإعلامية